نروح على الروف يا ريت. بس انا ماليش دعوه بالروف ده مصطفى اللي عشان هو يا مساء الانوار الاول يا كابتن طارق انت وكل النجوم اللي معاك، وبحييك تحيه خاصه جدا لشخصك الجميل كمدير فني رائع وكشخص رائع ايضا. ويا ريت قبل ما يبدا مجد الشربيني معاكم تنادي ابنك من تحت علشان انا عايز اسمع منه حاجه بصوته الحلو واحنا على الهوا. يلا يا مجد يا شربيني اتفضل. تحياتي كابتن مدحت وتحياتي لنجومك الكبار كابتن ايمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك ونادي المقصه الحالي، وكابتن مصطفى كمال الحارس الهمام نجم نادي الاهلي ونادي المقصه الحالي، معي لفيف من النجوم كابتن في ضيافه طبعا كابتننا الكبير كابتن طارق يحيى، معانا كابتن طارق مصطفى، معانا كابتن محمد عبد الجليل، معانا كابتن احمد سيد ميسي، وايضا كابتن امير عبد العزيز. طبعا هنبدا طبعا احمد، هو قال لي اقول احمد سيد ميسي. لا ده ليها قصه. طب يعني بتاعت ميسي ولا هو طريقه لعبه زي ميسي؟ طب نبدا طيب ولا يعني نبدا ونقول مبدئيا النهارده ليك ضيوف في الاستوديو كابتننا الكبير ايمن عبد العزيز ومصطفى كمال، تحب تقول لهم ايه؟ اولا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم مسا على كابتن مدحت شلبي ومبروك البرنامج يا كابتن مدحت وبالتوفيق ان شاء الله، وقول انت اضافه لاي قناه وتتشرف بيك قناة النهار، وإن شاء الله بإذن الله يبقى في يعني طفرة كبيرة إن شاء الله بوجود حضرتك مع الكوكبة اللي موجودة في قناة النهار. مسي على أيمن وعلى مصطفى، ومنورين طبعا بيتنا أو بيتي المتواضع، وكل سنة وهم طيبين. احنا كنا عايزين كابتن مدحت كمول الروف بس للأسف الدنيا هوا فمش هنعرف نقعد في الروف، احنا قعدنا في البيت تحت يعني. نروح لكابتن طارق مصطفى ونشوف هيقول ايه لنجوم النهارده. برحب بالكابتن عبد الجليل، كابتن امير، كابتن احمد السيد، برحب بيكم جميعا يا مجدي وانت وسالم وعماد وكلكم منورين. إيه نجوم النهارده اللي موجودين مع كابتن مدحت؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير يا كابتن مدحت، وحشنا كتير جدا ومبروك البرنامج. بمسي على حضرتك وعلى الكابتن ايمن عبد العزيز والكابتن مصطفى كمال، وبتمنى لك كابتن مدحت التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه، انك انت علامه كبيره جدا بنستفاد منك كتير جدا وانت موجود على الشاشه، لان ساعات كتيره جدا بيبقى في مواضيع بنحتاج ان احنا نسمع منك، لانك انت بصراحه بتسعدنا بلقاءاتك دايما. الله يخليك. السلام عليكم، وبرحب بيك كابتن مدحت الاول، وبقول لك الف مبروك. ربنا يبارك فيك. وبقول للنجوم اللي معاك ربنا ياخدكم عشان موقعين قلبنا على طول يا كابتن مدحت. يعني اذا كان مصطفى كمال ولا ايمن عبد العزيز بس مؤثرين بصراحه. ومعانا احمد ميسي، يعني ميسي ده طبعا لقب وهو نايم، يعني هو شبه احمد ميسي بس هو نايم. بقول لك كابتن مدحت شرفت قناه النهار وانت مكسب لاي قناه، وبرحب بصراحه بالكابتن طارق يحيى في بيته المتواضع متواضع، اللهم صل على النبي. نعود بقى لأحمد سيد اللي كان مفترض النهاردة يكون في الاستوديو، ولكن بنقول لك سلامتك والنهاردة تقول إيه لأيمن عبد العزيز ومصطفى كمال. أمير عبد العزيز طبعا ده كابتني كده. طيب برحب بالكابتن مدحت شلبي، بقول له ألف مبروك طبعا في مكانك الجديد، أنت شرف لأي مكان تكون فيه وبتعليه. برحب طبعا من نجوم كابتن مصطفى كمال وكابتن أيمن عبد العزيز، أنا كابتنهم بس يعني عشان في التصوير بس أقول لهم كده، بس أنا كابتنهم يعني. ايه قصه ميسي دي؟ والله قصه كبيره، كانت مارادونا وبعد كده بقت ميسي. هو طبعا ان انا الجوزيه شاف فيا، يعني هو شاف فيا حاجه مش عارف، هو الوحيد اللي كان شايفها فيا ان انا عندي شويه مهارات كده خفيفه. فمعرفش هو نطح مره ونطح مره واحده في ميسي كده يعني. بس بالنسبه يعني لايمن في البيت غير الملعب بتشوفه ازاي او علاقتكم بتبقى ازاي؟ انت طبعا انت مدربه دلوقتي في الملعب، ولكن في البيت انت بتشوفه ازاي؟ مجدي عايز بقول لك حاجه من فضلك. بمسع الكابتن مدحت وبقول له الف مبروك على البرنامج، انت اضافه لاي قناه. طبعا ايمن في الملعب غير البيت. عايز بقول لك حاجه يا مجدي، ايمن هادي في البيت مريح بيسمع الكلام، لكن في الملعب حاجه تانية خالص، يعني عصبي ما بيحبش يخسر، على طول عنده حرقه على الفرقه، على طول بيغير على الفرقه، ف
دايما في البيت غير الملعب خالص يعني. اتفضل حضرتك كابتن مدحت. بس تقول للكابتن طارق وانتوا بتدردشوا مع بعض يبعت يجيب ابنه من تحت عشان عايزين نسمعه، صوته حلو هيغني، فيناديله وكمل حديثك. كابتن طارق، كابتن مدحت بيقول لك بعد اذنك عايزين نبعت لاحمد من تحت عشان يغني لان صوته حلو ونكمل حديثنا. كابتن طارق، ظروف المقصة لما اتيت للمقصة كانت ظروف صعبة جدا، بتلعب بره ملعبك ولكن قادر ان انت تأدي، وقادر بشوية الشباب وشوية الخبرة، يعني كل الناس قاعدة تتكلم فرقة كبيرة النهاردة بيتكلموا بعد مباراة الداخلية ان الفرقة الكبيرة هي كسبت النهاردة 3 بونت بالخبرة. تحب تقول ايه؟ انت قصدك كبيرة في السن. وانا بعتبر ان فرقتي كبيرة في السن وكبيرة في المقام. فرقة مصر المقصة في البداية كنا بنلعب في الفيوم يا مجدي، وانت كنت بتتابعنا باستمرار انت وكابتن مدحت. كابتن مدحت ادرى بجمهور الفيوم، من الجماهير اللي انا يعني دخلت قلبي، بحبهم جدا جدا وكانوا بيشجعوا بمنتهى الاحترام، وما كانش فيه اي تجاوزات خالص من جماهير الفيوم. يمكن في برنامج مساء انوار خدوا احسن جمهور، كابتن مدحت داهم احسن جمهور في اول سنة لمصر المقصة في الدوري الممتاز. الحمد لله رب العالمين، اشتغلنا بشكل كويس قوي اول موسم وتاني موسم، ولكن الظروف بقى اتغيرت تماما بعد ثورة 25 يناير. منعوا اللعب في الفيوم او في المناطق اللي فيها مشاكل، لكن في نفس الوقت الولاد قدروا ان هم يرجعوا تاني. يعني الموسم اللي فات انا ما كنتش موجود في الفرقه، كان ماسكها كابتن محمد عبد الجليل في البدايه، ثم جه كابتن حسام حسن ابو يوم حسن، بعد انا ما مشيت رحت نادي هجر السعودي، ولما رجعت الفريق كان يعني خلاص نزل وهيلعب في دوره اللي هي البقاء في الدوري الممتاز. فدي كانت عامله معانا احنا كمان كجهاز فني شرخ نفس كبير، اسماء كبيره جدا يا مجدي، زي ما انت شايف 2 كبار جدا في الاستوديو عندك، 2 كباتن زمالك واهلي ولعبوا منتخبات، وايمن يمكن احترف على مستوى اوروبا، لعب في اوروبا كتير كذا حوالي 15 سنة تقريبا في تركيا في كثير من الأندية سواء الدوري الممتاز أو الممتاز به. فدي كانت عاملة شرخ معهم جامد جدا وعاملة عامل نفسي شوية. عالجنا الكلام ده في الأول وفرق معنا عدم اللعب في الفيوم في الأول، لكن الحمد لله بخبرات الولاد قدروا ان هم يتجاوزوا هذه الامور، وقدرنا ان احنا الحمد لله بفضل الله نخش في الخمسة الاوائل. يعني احنا كنا تاني دوري بعد الاسبوع الرابع، حصل دروب شوية في بعض النتائج او في لعيبة بعدت عن المباريات بسبب الاصابات، وكانت ليها تأثير كبير زي ايمن، زي صاروخ، زي حسين حمدي، كان عندنا اصابات كتير في البداية. قدرنا نعوض الكلام ده بوجود عمر نجدي واوتوبونج، وجبنا احمد السيد في بداية الموسم، ورامي عادل ورمزي صالح، دعمنا بعض اللعيبة اللي تقدر تخلي المستوى زي ما هو. عايز اقول بس الناس كانت بتقول ان السن كبير واللعيبه شاخت واللعيبه كبرت. طب انا النهارده الحمد لله بفضل الله خامس دوري حتى قبل ماتش النهارده، يعني الحمد لله ربنا كرمنا النهارده احنا خامس، وتساوينا مع النادي الاهلي في عدد النقاط. طب كم فرقه تحتيك من الفرق اللي هي الشباب اللي يقولوا عليها الشباب؟ لازم يبقى في عنصر الخبره موجود، ما ينفعش انا عندي ايمن عبد العزيز، عندي احمد السير، عندي مصطفى كمال، عندي بكري، عندي رامي عادل، عندي سامي العيدروس، عندي صاروخ، عندي هاني سعيد، كل دي اسماء، فؤاد سلامه، احمد حسام، احمد عادل، كل دي اسماء ما تقدرش ان انت تغفلها في الوقت الحاضر. ويقول لك بقى سن كبير سن صغير، الحمد لله حتى بالسن الكبير الحمد لله احنا ماشيين الحمد لله بفضل الله كويس. لكابتن طارق مصطفى واقول له الناس كلها بتتفرج على فرقه المقصه 11 لعيب والجهاز اللي بيبقوا موجودين داخل الملعب، ولكن خارج الملعب تقدر تقول ايه عن التيم ده وعن المؤسسه دي وعن شويه النجوم اللي تجمعوا في فرقه واحده اسمها مصر المقصه؟ لا، هو بدايه بس كلاما للكابتن طارق، احنا برضو عندنا شباب، يعني احنا عشان الناس تبقى فاهمه، عندنا ناس كتير، عندنا حسين السيد بيلعب متواجد دلوقتي، عندنا عمرو بركات، عندنا احمد سامح، عندنا شاب محمد عبد الرؤوف من اللعيبه الصغيره، عندنا برضو لعيبه. ولكن انت خبرات الدوري الممتاز اللي الكابتن طارق مر تجارب كتيره جدا، يعني احنا في الاتصالات كنا كل اللعيبه خبرات، ومع ذلك قعدنا في الدوري تاني سنه اللعيبه كانت موجوده شباب ولعيبه كده والفرقه ما عادتش في الدوري. فالموضوع مش موضوع خبرات وموضوع كبار، ممكن تلاقي لعيبه صغيره بس ما بتاديش اللي انت عايزه، او ما عندهمش الطموح والاراده اللي موجوده عند اللاعب الكبير، ولكن هي كيمياء، بيبقى موجود ده وموجود ده، فانت بتعمل تيم.
اعتقد ان احنا يعني احنا الحمد لله يعني بنشتغل مع ناس محترمه جدا واداره محترمه جدا اللي هو محمد عبد السلام والاستاذ محمد نجدي وزعيم مصطفى اداره مصر المقاصه بامانه من يعني من ساعه ما اشتغلنا انا وكابتن طارق يحيى في وجود الكابتن عبد الجليل وامير عبد العزيز. اعتقد ان احنا كان الهدف بتاع اي نادي انت بتبدا فيه دوري ممتاز بيبقى الطموح بيتواكب مع عدد السنين. انت اول سنه احنا كنا المفروض نقعد في الدوري الممتاز اول سنه، ولكن احنا بينا للناس كلها وبينا للجمهور وبينا للاعلام والناس ان احنا في اول سنه حققنا مركز وحققنا نتائج كويسه جدا، فالناس بدات تبص على مصر المقاصه بشكل تاني عكس ناس كتيره جدا وفرق كتيره جدا بتقول اول سنه تعمل ايه تاني سنه تالت سنه. فاحنا نطينا 3 4 سنين بتاعت انبي وبتروجيت اللي هي في اول سنه، يعني إيه انت عديت القصه دي، يعني اول سنه زمان طارق كان مطلوب منك تقعد في الدوري، لكن انت عملت النجاح اللي عمله انبي اول ما صعد هو بتروجيت ونفس. لو رحنا لكابتن عبد الجليل هو صاحب البطوله الوحيده، تحكي لنا عن البطوله دي كابتن عبد الجليل في ثواني كده. لا هو طبعا لا هو المباراه والكاس دوت ظروفه ان بعد ما كابتن طارق يحيى وكابتن طارق مصطفى راحوا هجر وقالوا ما فيش دوري واللعيبة نفسها كانت عندها ملل وكده، فكان نادي انبي عمل بطولة ودية وقلت للعيبة نشترك فيها، فقالوا لي لا، واللعيبة تزمرت لان كان في يعني مشاكل برضو مادية فقلت لهم لا احنا هنلعب البطولة ديت وكنا اعداد يعني ما كانش باين ان وربنا كرمني كان فيها فرق كويسة تليفونات نسويف وإنبي وسموحة وربنا كرمني وخدت البطولة الحمد لله وخدت الكاس الله يبارك فيك كابتن. والكاس الحمد لله محطوط لعند سيادة الله محمد عبد السلام في مكتبه والأول كان في اليوم عند ناصر جنبه. نعود للنجم أحمد السيد، هو أحمد يا فندم بيقول أنه تحت مع خطيبته. طب ومال؟ انا معايا احمد السيد هنساله عن يعني احمد الفرق بين اللعب النادي كبير والفرق بين اللعب النادي شركه ولسه صاعد للدوري الممتاز. والله يمكن انا كنت بتكلم مع كابتن طارق وكابتن قبل الهوا، انا فعلا والله انا حاسس انا احساسي ان انا احسن فترات ليا في حياتي وانا موجود في فرقه المقاصه، لان يعني الجو العام في الفرقه عامه كويس، يعني حتى كابتن طارق والجهاز الفني كله مفيش تنشنه، دي اكتر حاجه تخلي اللاعب. يمكن السنه اللي فاتت كنت في فرقه التليفونات كان الدنيا كانت متنشنه شويه، كان مواضيع اللعب ومشاكل كتير الفرقه وناس بتتخانق. انا شايف هنا حتى مثلا يبقى ماتشات اتغلبنا فيها او متعادلين فيها بيبقى نفس التعامل هو واحد، سواء ما في مدربين تتغلب يقلب وشه او ما تكسب يضحك لك تاني، لا هو التعامل واحد. فانا والله بجد يعني انا لعبت في الاهلي 13 سنه فريق اول، انا احسن فتره ليا في حياتي وفعلا حاسس فعلا بفرحه بروح التمرين وانا مبسوط هي الفتره اللي انا فيها في المقاصه دي. بظروف لعبك كمساك او كمدافع بتبقى قريب جدا من مصطفى كمال، ايه اللي يعني المواقف اللي بتحصل بينك وبين مصطفى كمال؟ وطبعا مصطفى كمال كان نجم الاهلي السابق وانت كنت نجم الاهلي السابق. طبعا كابتن مصطفى في ميزه كويسه قوي ان هو طول الماتش بيتكلم معانا، يعني طول الماتش اي حاجه غلط شايفها المدافعين سواء احمد السيد بكري رامي فريد اي حد بيلعب بيتكلم معانا على طول بيوجهنا احمد يمين في سؤال لاحمد السيد. طبعا ميزه كويسه لان كان مستر مانويل جوزيه على طول بيكلمنا بيقول لنا الكلام في الملعب هو ده اللي بيفرق معاكم، فيعني فعلا كابتن مصطفى يقعد يكلمنا بيقعد يوجهنا، غير طبعا خبراته طبعا ان هو راجل يعني لعب فريق اول في اهلي ولعب في كذا نادي، فطبعا ده بيدينا ثقه ان كابتن مصطفى موجود معانا ومعاه طبعا رمزي صالح وحماده. اتفضل يا كابتن. كابتن ايمن عبد العزيز بيسال احمد السيد بيقول له الباك ورد بتاعت النهارده عملتها ازاي؟ راح للدكتور يا كابتن هيحكي القصه دلوقتي، باك ورد بتاع النهارده عملتها ازاي؟ النهارده؟ يا كابتن ايمن 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 مش عاطف فاول الاول الحكم صفر فانا عايز يعني ايه عشان الكره فاول لينا، فانا عايز اشوطها بره عشان نضيع وقت قبل ما اجيب الكره فنضيع وقت وناخد راحه، فانا لسه هشوطها فالمهاجم بتاع الداخليه راح شد الكره كده فانا رحت شايط الهوا ورحت مقلوب على دماغي، فكل اللي بيسخنوا بره بقى ضحك طبعا قاعدين يضحكوني، فطبعا كان شاف ايمن حاططني في دماغه مش عارف يعني. طب هتغني ولا مش هتغني؟
لا مش قادر. لا انا طلبت ينسون ما جاوليش فخلاص الحمد لله. كابتن امير عبد العزيز وعايز موقف بينك وبين ايمن بعيد عن الكوره، حد ما حدش يكون عارفه خالص. يعني احنا كنت على طول انا بروح له تركيا وهناك، وكان صادف ان احنا كان في تلج وبتاعه كده كتير، ف نزلنا لقينا العربية كلها العجل كله في التلج وبتاعه كده، فقعدنا حوالي مثلا ساعة مثلا نشيل التلج بس عشان نطلع بالعربية، كان يروح التمرين. عندي سؤال يا مجد. موقف كتير كان معايا الكابتن سامي الشاشيني، وكان كنا على طول دايما نخرج ونروح ونتفسح وبتاعه كده، وكنا دايما نروح له التمرين. لا اترهنت معاه ان انا انط في التلج وبتاعه كده، وكسبت منه الرهان، نطيت في التلج وكسبت منه الرهان. ايه بلاش بقى مش عايز اقول. $1000 زي ما قال كابتن عبد الجليل. اتفضل يا كابتن. سؤال اخير بقى في القعده للكابتن عبد الجليل، من وجهه نظره كنجم للاهلي سابقا، يعني كيف يعود النادي الاهلي مره تانية من وجهه نظره؟ يعني الكابتن بيقول سؤال اخير للنجم عبد الجليل كنجم للنادي الاهلي، نجم كبير، كيف يعود النادي الاهلي كما كان؟ والله كابتن مدحت، احنا وانا في النادي الاهلي مرينا بالظروف ديت، كان في لعيبه كتير اعتذرت برضو، وطلع لعيبه ناشئين كنت انا منهم. سؤال عندي تاني يا مجدي اخي. وصلنا للمركز العاشر سنتها، كان مايكل ايفرت مسك الفرقه ووصلنا المركز عاشر وكده، والميزه ان الجمهور صبر علينا ومجلس الاداره صبر علينا. انا بقول ان الموضوع ان شاء الله مش هيطول، مفيش فرقه في العالم بتفضل في الطب على طول، لازم يحصل لها دروب. انا شايفه كابتن مدحت ان شاء الله باذن الله الاهلي من الانديه اللي هي بتمرض ما بتموتش. ان شاء الله باذن الله في خلال سنه بالكثير قوي هيقدروا يقفوا على حيلهم، بس بعد ماتشنا ان شاء الله. الصوت واضح انه قاطع شويه من عندنا. اوكي طيب، هو واضح، معلش احنا اسفين ان الصوت يعني قطع، ولكن انا بشكر جدا الكابتن طارق يحيى وكل الكباتن طبعا اللي موجوده على تكرمهم علينا باللقاء الجميل ده، وان شاء الله هنعمل ده مع كل الانديه، يبقى في فرايتي في الشكل، وايضا يبقى في عدد اكبر من الضيوف. جالكم رسائل كتير جدا، فانا عايز اقول لكم كام رساله كده بسرعه. كابتن ايمن عبد العزيز، ما عدد اللاعبين المصريين الذين احترفوا في الدوري التركي، وما سبب عدد نجاحهم باستثناء الكابتن احمد حسن والكابتن عبد الظاهر السقه؟ ده هاني ادريس ميلانيون. طب قبل ما تجاوب هنرجع تاني نسال سؤال اخير لانه احنا جاهزين تاني، مجدي الشربيني، الكابتن طارق يحيى، كيف يرى الزمالك مع المستشار مرتضى منصور والكابتن احمد حسام ميدو؟ كابتن طارق يحيى بيعود لنا مره تانية، كابتننا كبير كابتن مدحت شلبي، ويسال حضرتك سؤال اخير، كيف ترى الزمالك بمجلسه الجديد مع سياده المستشار مرتضى منصور وادارته الجديده الفنيه بقياده كابتن احمد حسام ميدو؟ بص، هو طبعا مفيش شك ان بنبارك طبعا للمستشار مرتضى منصور على نجاحه في مجلس اداره، وبارك لكل اعضاء مجلس اداره، بس يعني لازم نبقى احنا ايد واحده، لازم مجلس اداره يبقى ايد واحده. احنا شفنا مجالس ادارات كتيره جدا في نادي الزمالك، وعلى فكره انا تنبأت وانا في قبل الانتخابات كان معايا امير عبد العزيز واحنا بندلي بالصوت، انا قلت ان الانتخابات دي مش هتنجح قايمه واحده، هتنجح قايمه غالبيتها من بره، يعني هتلاقي مثلا اربعه على الاقل في قائمه مثلا المستشار مرتضى منصور، وهتلاقي اثنين ثلاثه من قوائم اخرى، وده اللي كان سائد في الانتخابات بتاعت نادي الزمالك هذا الموسم. اتمنى ان هم يبقوا ايد واحده، ساندوا نادي الزمالك بشكل كبير، يشتغلوا لمصلحه نادي الزمالك، مش عايزين صوت عالي، عايزين هدوء. الفتره نادي الزمالك ما بيشتغلش وهو فيه قلق،
فاهمني؟ لان ده النادي الوحيد اللي مشاكل الاداره بتنعكس سلبا على فريق كره القدم او الفرق الرياضيه عموما. فاتمنى من المستشار مختار منصور ان هو يلم كل الناس حواليه وان هو يشتغل لمصلحه نادي الزمالك في هدوء، يلم الـ 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 المشاكل الكتيره اللي في كم المشاكل في نادي الزمالك، الانشاءات اللي ما طلعتش تكمل، الديون اللي على نادي الزمالك تتسدد، اللعيبه اللي خرجت بره نادي الزمالك وما رجعتش لغايه دلوقتي يحاولوا يجيبوها، لان نادي الزمالك محتاج. وبالنسبه للاداره الفنيه انا سعيد باداره ميدو، شاب طموح عنده فكر بيطبقه، انا يمكن معجب بجرأته في اداء المباريات، عنده باور بيدير اللعيبة، بس هو محتاج يهدى على الخط شوية، يعني على الخط يعني يبقى فيه هدوء شوية، لان ده هينعكس على لعيبته. الولاد بيشتغلوا بروح عالية جدا، في نفس الوقت انا بشوف ان ميدو ان شاء الله باذن الله يحقق نتائج طيبة مع نادي الزمالك باذن الله في البطولة الافريقية في دوري المجموعات، واتمنى لهم يا رب من قلبي التوفيق ان شاء الله، ويبقى اول بطولة بقى في افريقيا على وش المجلس الجديد ووش احمد حسام ميدو، ربنا يا رب يوفقهم ان شاء الله. بالنيابة عن حضرتك بشكر كل السادة الحضور كابتن مدحت، وأعود لحضرتك في الاستوديو ومعي كل مشاهدي. يا مساء الأنوار.